الحدث مع أحمد القماطي. خيام رثة تهزها الرياح هزة، أوتادها هشة تحركها ريح صرصرة من فوقها ومن جنباتها. هكذا هو المشهد المؤلم الذي يلوي عنق الإنسانية ويشيعها إلى مثواها في قرارة القطف، ويذكر البلاد بوضعها المزري في الذكرى السابعة لثورتها. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. دخلت قرارة القطف التي تمثل رحلة التهجير الثانية للتورغيين بعد أن تبدد حلم عودتهم على أعتاب مدينتهم، دخلت معتركا خطيرا بعد أن بدأت تسجل حالات وفيات بسبب شدة البرد ولدغات العقارب. فبدأت القرية الصحراوية تنبش في عمق الذاكرة الليبية لتذكر بمأساة معتقلات العقلة التي قضى فيها الآلاف من الليبيين بردا وتنكيلا ولسعا بألسنة الأفاعي ولدغ العقارب. التاريخ يعيد نفسه وأحداثه تتقارب. متى تنتهي أو ينتهي مسلسل الألم الذي يترصد التورغيين؟ ولماذا يأكل القط مجددا ألسنة المجتمع الدولي فيصمت سلامة ويتمكن الشلل من المسؤولين فلنرى أحدا منهم يحرك ساكنا لإنقاذ العائلات المنكوبة؟ استغفر الله سبحانه وتعالى. يا الله يا قوي يا بدر، الله الجميل واطفال جنبه بيتوبوا فينا الحرايبيه يا راجل. الله يجزيهم والله العظيم، الله يحكم دعوه ان شاء الله فيهم يا رب العالمين. يا رب خذ حقنا، يا رب خذ حقنا، لا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين. ربي الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا زوبية. بعد قلت ورغة غادي تاوغات يسرق في الذهب، انتم سراقين سرقتوا لي بيكل، انتم اللي سراقين لي بسرقتها بالكامل. احنا لا ناخذوا في التسهيل ولا ناخذوا في اعتمادات، احنا ناخذوا في دراعنا وناكلوا لا غدوة لا بعد غدوة، وانت عايشين على بلادنا على البركة. حسب الله ونعم الوكيل. أهلا بكم مشاهدين، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الحاج فرج آدم علي بعطي وأحد أعيان قبائل العبيدات، كما أرحب بالأستاذ سالم شعبان الناشط من مدينة تاورغا. عبر الهاتف أرحب بالأستاذ يوسف الزرزاح عضو فريق حوار مصراتة تاورغا سابقا، الأستاذ عبد الحميد عيسى كذلك عضو فريق حوار مصراتة تاورغا سابقا، كما أرحب أيضا بالأستاذ أحمد أروياتي الناشط السياسي من مدينة مصراتة، والأستاذ عماد رقيعة الناشط التاورغي المتواجد في قرارة القطف. بداية أبدأ مع الحاج فرج آدم علي بعطيوة أحد أعيان قبائل العبيدات. حاج فرج أهلا بك. مرحبا بك يا سيدي. أنا اسم بنغازي. مرحبا. أولا أنت غني عن التعريف، لكن لمن لا يعرف الحاج فرج آدم علي بعطيوة الملقب ببوعكوز؟ العكوز هاو نقدر نسألك في البداية عن سبب التسمية. اليوم العكوز خش الحدث. نقدر نسألك بداية عن سبب التسمية. تفضل. وأيضا كيف ترد على المعلومات التي تروج عليك بأنك دائما تقفل البرلمان، تعطل المسار الديمقراطي، وأنك ساهمت في إسقاط 3 حكومات، هذه المعلومات صحيحة؟ صحيح. لماذا؟ يا سيدي البرنامج أن مجلس النواب في فندق جنب بيتي،
عرفت ونبيدي متقاعد ونمشي نقعد معاهم ونسهري غادي معاهم. في البداية خذوا الحقيقة دور كويس في البداية للشهرين ثلاثة الأولات اللي داروا فينا القرارات الكويسة هذين اللي هو العزل السياسي نهوه والعفو العام وعودة القوات المسلحة وبعدها بشوي بيني وبينك بوضوحهم انتهى. تموا اللي قاعدين كتلة السيادة الوطنية تتألف من حوالي 60-70 بقيادة خليفة أستاذ خليفة درسي عرفت والباقي ما يجيش منهم حد قاعدين في تونس وقاعدين في مصر وغابوا 6 شهور وبعدين روحوا 101 خطروا عليه كم ديفيد ناس زمان متاع السادات اللي خيمة كم ديفيد اللي خربت الوطن العربي لعند اليوم روحوا 101 كي جو جماعة 60-70 ما يأثروش جايين وجايبين انهم يحتمدوا الاتفاق نتاع السخيرات. الاتفاق نتاع السخيرات اولا الجماعه اللي مشونا قاعد محمد شعيب والدكتور بعير والجماعه اللي مشوا النواب ورئيس مجلس النواب ما قالوا لهم وقعوا قالوا لهم حاوروا ردوا هم وقعوا لين اخذوا نصيبهم. محمد شعيب قالوا سفير في اسبانيا يعني بيعوا فينا ريت عندنا شاعر اسمها بودردية قلت البارح يحكي لنا قال الواو والباء ما يركبنش على بعضهن شنو الواو قال الواو وطن والباء بطن يعني البطن والوطن ما يركبنش على بعضهن روحوا 101 شفنا الموضوع خلاص حيعدلوا في الدستور المؤقت وقالوا نديروا باكج واحد الدستور مع اعتماد الحكومه وجايبين حكومه 32 وزير وحط 32 وكيل وحط 32 فيلم هندي على سؤال روحوا بحثت في الجو نبيلي بحثت الجو مش مضبوط عندي ابن عم لي احد اعضاء النواب ينقال له سعد هاشم شاب صغير في السنة هكي قلت له يا هاشم تعال جاني يا صالح تعال جاني قلت له العرب هذول اليوم يريد يحتمدون هالبرنامج وقالوا جايبين واحد وجيباتها الدول الكبار هذين اللي هنا بريطانيا وفرنسا وتركيا وقطيره، قطيره ما تجي حتى في نص المناره عندي اللي قطوره اللي يحكوا عليها. المهم قال لي وش الحل؟ قلت له وين ما يريد يبدو اطلع لي. وين ما يريد يبدو اطلع لي. وبحثنا للجو وقلنا الجلسه تبدا بعد العصر. وبدات الجلسه بعد العصر نقرب في الليل نعم. بدأت الجلسة بعد العصر حطيت واحد من الشباب على الضي وخشوا ويا راجل قس بعد العشاء بعد العشاء شوي وصالح يطلع لومين بخلاص يريد عدو يضمنوه جايبين 32 حكومة وفيها السراج نبيدي مع احترامي للشخص كإنسان وعائلة ما نقرض حدنا قعد غادي بلك سنة ويش ليش الشمسيكي قعد بلك حتى أغلب الناس ما يعرفوش حتى النواب روحنا رئيس عرفت خشيت عليهم خشيت خبطت بعكوزي مرتين السلام عليكم قالوا عليكم السلام قلت لهم اسمعوا يا اخوتي نحن نحترموا فيكم عشان خاطر عائلاتكم ونحن علمونا بنا واخلاقنا في البطنان الاخلاق والقيم والمبادئ ونحن احفاد عمار المختار هذه منطقه ولد فيها عمار المختار وربى بنا وجددنا عليه انا راهو فيه ما تقولوش في جماعه كيباد يعلقوكم مش يعلقوا كراسيكم يعلقوكم انتم بارواحكم في العمل لكن نحن هذا خبر حكايه انكم تديروا حكومه دايرينها في السخيرات ومشرفين عليها الاجانب نحن لا يمكن مش في طبرق في برقه بالكامل لا يمكن الحكومه هذه تحتمد تفكروا شو بكي هذيكم الله سبحانه وتعالى الموضوع هذا انسوا من بالكم عرفت لا يمكن تفكروا فيه اطلعوا جماعة كتلة السيادة صارت هرجة السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المسي عليه في المساء عرفت رفع الجلسة راحت لرطيش اطلعوا الفندق لا ذيك ما اطلعوا الفندق وما يعدوا فيه واعلنوا 101 واحتمدوا حكومتهم في فندق طبعا خارج القاعة ما يصير منهم شيء عدوا غابوا يغيبوا بثلاث أربع شهور غابوا ثلاث أربع شهور وروح اخرى لو الاول حكومه 32 وزير اللي جايبينهم
وعطين برقة أربعة جماعة برقة استقالوا وعلى رأسهم الأستاذ جواد. لما عطينا أخوتك العبيدات عطينا من المصالحة صوبهم عارفين من بتاع مصالحة من غادي عطينا الأستاذ جواد رجل فاضل ورئيس محكمة استنافات في البيضة ورجل معروف الأستاذ جواد استقالوا الحقيقة جماعة برقة. لما ثاني يوم بلغوا غابوا أخرى ثلاثة أربعة شهور مشوا وروعدها روح أخرى لما لهم جايبين 12 وزير وبرضه خشيت عليهم وما خليت حد يخش قلت راه ما يخش عليكم حد هذيكم ربي تربحوا. هرج شوية معاهم طلع تلاقيتنا محمد شعيب ضربته بالعكوز أو العكوز ريته ضربته بالعكوز طاح يريد الرد عليه مسكني لصالح حاشم قال لي تقتلك قلت له الله ليرده يبيع في وطن هذا وعدوا. الجوج جاية الثالثة هذيك عاد اللي كبيرة شوي الجوج جاية الثالثة ومنسقين برامجهم وموتين برنامجهم وروحوا خشيت عليهم بعد ما جاء الوقت خشيت عليهم عرفت ننقانهم جايين واكثر من نصاب القانوني عدد كبير الاول 101 يمكن هذه جايين 120 ومعدوا برا في تونس ومعدوا في مصر على مسيرنا ومستقبلنا وما ما ما هم شاقين ما مش دارين لنا حسابك. لا لا هذيك خشيت عليهم وين ما قربوا طلعت التلفون مسكر والله الدكتور التلفون مسكر. انا عندي اولاد واحد اسمه سليمان وواحد اسمه صلاح ويعرفوهم يا سليمان يا سليمان بسرعه زي ما قلت لكم انا 80 سنه عمري يشتردوا فيي رزق كم عندك كم جد كم خليها كم واسعه خشوا دقوا الفندق طيح الفندق وبعدها نقول لك يا صلاح اطلع يا صلاح من غادي اطلع بالسيارات على الفندق على الفندق في ساعه في ساعه وهم يقولوا وواحد طفى الضي تم التناطح في الباب راحوا لرطيش هم عاد خشوا الفندق على صبح اليوم ويغيبوا بالست شهور وبالسبع شهور. بعدها اخيرا تم يجوا تم سموني جماعه ابو عكوز خوتي عاد مغرب ابو عكوز ابو عكوز الجايه العقابي هذه جايين ومتفقين على انهم يديروا رئيس ونائبين ويبوا يعدلوا في الدستور المؤقت هذا الاولي ويبوا يديروا رئيس ونائبين وقسمينها بالك عاطين السويحلي السراج عاطينا حكومه والسويحلي الرجوع عاطينا وبرنامج بحثت في البرنامج قلت البرنامج ما يصحش وفوق في المجلس المجلس برا من البلاد ويوم اتجه السفير الالماني الكشف الاولي هذا وقالوا نبون لا لا سلامة السفير الانجليزي لا لا السفير جاء مارتن كوبلر المبعوث السابق في الاول وجاء سلامه ويبي يقابل الرئيس في المجلس قلت لهم يخش بك عاد يقابلوه غادي قال لي اللي مين اللي يجي نعبي فم رصاص شوقه خذوا الاستراحه غادي والسفير السفير الانجليزي هو رئيس ليبيا الاول اللي عدى هذا وتو منقلب حتى صدمني العقابي هذا غسان هذا وكان في بركه صلح صواني بلاد صلح لبنان وصلح العراق واللي دمرهن روحوا جو وقالوا نبوا نحضروا كلمت الشباب ويومته وطلعت قعدت في باب سكرت الباب وقعدت بعكوزي اللي يجي نقول له ما فيش خشوش فيش مجلس ما تخش في البك من الساعة 8-9 في الصبح للساعة 5 الساعة 5 جاء عبد الله السيد عبد الله رئيس الديوان عبد الله المصري وجوني الجماعة وقالوا لي نحن عندنا حاجتين نبوا نمشوهن عندنا نبوا نحطوا مدير للمصرف المركزي والناس تعيط والناس جوهم تو كلهم يقولوا الشعب جايين الشعب ما عنده وكيل يحكوا على الشعب ويبيعوا فيه شعبهم علينا مين يبيعوا فيه بيع عرفت قلت لهم كان هي غير تحطوا النايب الاول ما نفعنا الاولي ما نفعنا محمد شعيب كانت تريد تحطوا بس تديروا مدير المصرف المركزي والنايب لباس لكن غيرهن لا وراني نقعد على التلفزيون راه علي اللي مين اللي تحطوا غير نخشوا عليكم جوا فعلا حطوهم وعدوا في حالهم والمنوض يقول لك الشعب 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 نقعد المغادي بالمرساد ومش غيرنا بنغازي جداب يا كلنا. طيب حاج فرج بعد عمر طويل شنو تتوقع التاريخ يكتب عن الحاج فرج علي بعطيوة او بين قوسين بوعكوز؟ هل حيكتب عليك انك رجل وطني ام حيكتب عليك ام تتوقع انه حيكتب عليك انك رجل ضد الديمقراطيه او تستخدم في اساليب التهديد؟
أولا بذيبوي معروف يعرفوه في كلم، والأخرى حكاية أن نقول علي روح إيش يكتب التاريخ، هذه تاريخ للتاريخ لأن التاريخ قلم وما فيش محايا. صحيح. ولكن يجب يفهم العلي الجميع في ليبيا أني لا نأخذ في مرتب لا من مجلس النواب، ولا نأخذ في مرتب من القيادة، وأنا داعم للقوات المسلحة وداعم للقيادة الحكيمة وداعم لمجلس النواب وداعم للشرعية والديمقراطية اللي يحكوا عليه دكتور حتى هلا الدارينا ما يمثلوا فيها. بريطانيا حزبين من يوم حنت ناقص صالح ما يطلعوا هم وظناهم. أمريكا كذلك، هي الديمقراطية اللي يحكوا عليه ديمقراطيتيش ما نبيدي. وبالنسبة لي نبيدي ما نعبر على نفسي، الشعب موجود والتاريخ موجود ونترك للتاريخ، تارك موضوع للتاريخ سواء ديمقراطي ولا وطني، تارك روحي بموضوع للتاريخ. نعم. طيب حاج فرج آدم علي بعطيوة أحد أعيان قبائل العبيدات، نحن نستضيفك اليوم لأنك كنت في زيارة إلى مخيمات المهجرين التورغيين في إقرارة القطف. كيف رأيت أوضاع أهالي تورغا هناك؟ والله المرة أخوتنا تورغا وغير تورغا واجدين ليبيين، توا ليبيا من قبل 5 مليون عرفت، نصها برا والشباب قتلوهم هم وما دق قريب قريب الصافي من رات دق مليونين ولا ما عدق. أخوتنا والمرة بالنسبة لنا نحن في برقة ما همش مهجرين، أخوتنا تورغا ضيوف عند أخوتهم ورد عليهم الزمان. ولكن اللي نبي نقوله قبائل برقة باستثناء مصراته، قبائل ليبيا قبائل ليبيا باستثناء مصراته من مساعد الراس دير على الجنوب على الغرب الليبي على طرابلس العاصمة الحبيبة، الليبيين كلهم باستثناء مصراته، ونقول العقلاء مصراته ونقول الشباب الوطني في مصراته أن تورغا وضح لي فيه سيء جدا أن مشيت مع الخوتي حكماء بنغازي وضواحيها ومشيت غادي تفرجنا، وضع سيء وخيام وريح وحتى مكان للحمامات للنساء ولا للرجال ما فيه، ورنا بالله في حمة الله قاعدين في رافي وضع مساوي وضع غير صار. وبالتالي قبائل برقة وقبائل الجنوب وقبائل الغرب إذا كان صح في عروبة وفي إسلام لازم تورغة تدخل إلى أراضيها وتأخذ أراضيها حتى بالقوة. لا يمكن نسيبهم حالهم تعبان شياب كبار، مشينا لهم زرناهم ومعي حكماء بنغازي وضواحيها برئاسة الأستاذ الشيخ إبراهيم السحاتي يمسي عليه في المساء، الرجل الطيب رئيس مجلس الأعلى لقبائل العواقير ومعه مجموعة من الشباب، ومشينا واستقبلونا الحقيقة أخوتنا في استقبلونا أخوتنا ولاد سليمان وعمامرة في منطقة هذه شو اسمها هي أهراوة، وكان استقبال رائع واستقبال جيد وقعدنا عندهم، وبعدين طلعنا وزرنا الأخوة اللي موجودين في أهراوة. الأخوة الموجودين في أهراوة 200 عائلة و600 شخص قاعدين في خيام، لا حمامات لا أكل، ومشينا زرناهم وسهرنا معاهم ما قعد يعني موضوع ما حتى الإسرائيليين ما يدروش فيش حد. مثلنا رجل عمري 80 سنة عرفت وعمر ما الخبر هذا صار بكل، وما يصيرش عند الليبيين ما يصيرش هالخبر هذا. الجماعة الأخرين طبعا حاطينهم في مكان يقولوا قرارة قطاف قالوا تبي تمشي البن وليد وتبي تلف من هكي بلك 400 كيلو، قلنا لا نحن خلينا تورد نديروا برنامج ممكن نلقوا مجموعة كويسة نمشي لأنك تمشي مع الطريق قاعدين محطين الميليشيات ويفرغوا في اللي جي يفرغوا فيه، ونحن حال غايتنا يعني ما زلت ننتظر إذا كان فيها عقلاء. لكن في اعتقادي يا دكتور مصراتها ما فيهاش عقلاء، مصراتها قرار رقم 7 طلعوا على حولت بن وليد وقتلوهم، مصراتها طلعوا على ورشة فانة وقتلوهم، مصراتها طلعوا على المطارات حرقون، مصراتها حاطين البنك تحت منهم مجوعين الليبيين. شنو اللي ما دروش مصراتها؟ ما فيش حاجة حتى الشيطان يديرها
الشيطان ما يرضاش مدروها جميع ما وتو الان هم يبوا يحكمونا ولا يقتلونا لا صقع عليهم. نحن دايرين اجتماع قريبا ان شاء الله ميثاق للليبيين وبلغنا كل الليبيين باستثناء مصراته، كان مصراته جايه ما تحكمنا ولا تقتلنا لما عاش نترافقوا احنا مصراته في ليبيا. نعم عاش نترافقوا معاهم بالكل تعتم يحطوا في بالهم. نحن الآن عندنا إن شاء الله ويمكن في حلقة أخرى نحكي لك على موضوع نبو نوقع ميثاق شرف وكرمنا به أخوتنا أولاد سليمان والعمار اللي قاعدين في المنطقة هذه هراوة أن الاجتماع حيكون عندهم وتحضر كل قبائل ليبيا باستثناء مصراته ونبو نوقع ميثاق شرف على أمرنا في ليبيا. نحن لا واحد يطلع برا من ليبيا يمثلنا ولا الامم المتحده نحسوا فيها كذب كله. الليبيين يطلع نحن دوله مستقله، نحن دوله مستقله، دوله استقلت وشيابنا اللي ما همش دكاتره شيابنا اللي يحفظوا قولوا الله حد جابوا لنا دستور دار الدوله واسس اول دوله بعد الحرب العالميه الثانيه في شمال في في في, في المغرب العربي تستقر وكانت دوله ودستور مش اللي قعدوا 3 سنين ودورونا دستور يطرطشنا يخلينا 14 قبيلة الدستور العقابي. نحن نرفض الدستور ونرفض كل ما جاء فيه. طيب أرحب بالأستاذ سالم شعبان الناشط من مدينة تاورغا. أستاذ سالم أهلا بك. مرحبا أهلا وسهلا. مأساة أهالي تاورغا مستمرة في قرارة القطف وتسجيل حالات وفيات بسبب البرد ولدغات العقارب، إلى متى تستمر هذه المعاناة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. رحب بكم بالشيخ بالمشاهدين الأعزاء الكرام. ومأساة تاورغا بادية من 2011 لحد الآن، بدأت من تهجير إلى التوطين في مكانات لا تليق ببشر إلى وإلى 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 إلى خطف أولادنا إلى التنكيل بهم في السجون إلى طبخهم في الطناجر إلى القبض على الهوية إلى الشتائم اللي ما يرضاش حد إلى 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 خطف إلى كل الأمور اللي ما تخطرش على كيف ما قال الحاج حتى الشيطان يتبرى منها صارت في تاورغا. ومع هذا كله من 2012 ونحن نجري وراء مصراته بكل القبائل الليبية. يا أخوتنا مصراته يا عقلاء مصراته نحن نبو نرجع لبلادنا. كل مرة مطلعين لنا سبلة وكل مرة مطلعين لنا سبب. مرة يقولوا لنا سلموا لنا 1000، مرة يقولوا لنا سلموا لنا 2000، مرة يقولوا لنا لا مش بها بكل داروا. حتى أيام مصطفى عبد الجليل دار هنا لجنة اسمها لجنة صلح خير بتحت رئاسة المرحوم الله يرحمه عبد السلام الشيخي رحمة الله عليه. وبالمناسبة نرحم على كل شهداء اللي استشهدوا في المساجد ببنغازي إن شاء الله ربي يرحمهم، والجرحى إن شاء الله ربي يشفيهم ويرجعهم لأهلهم سالمين. واستمرت القضية هذه لحد 2013 تاورغا قاموا بقرار عودة من تلقاء نفسهم، قرار عودة تاورغي بأعيانهم. وتم القرار هذا في بنغازي هنا ورفعناه وقعدنا نجروا عليه قريب 5 شهور أو 6 شهور. أخيرا طلعوا مصراته وقالوا لنا راهو ترجعوا حنبيدوا اللي يرجعوا. وكنا راجعين زي ما توا داروا قرروا الشباب في قرية القطف ووقفوهم في 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 شو اسمه في هراوة في سرت. وتمت ورجعنا. وامتى يا جماعه كل مره طالعين لين 2015 طلعنا الاستاذ عبد الرحمن الشكشاك مع انه هو مش متخصصه، لان قضيه تاورغا فيها اولياء دم فيها مساجين فيها مخطوفين فيها هذول كلهم عندهم حقوق ومش واحد ولا اثنين ولا 10 بالمئات. اسمع فيا ولا وتدخل في قضيه وقلنا ما شاء الله طالما بتجيب لنا السلام نحن وجيراننا ونعيشوا في سلام، بعدين نحن في قضاء حيقوم في الدولة وفيه الدولة وتقوم وبعدين كل اللي عنده حق يطلب حقه. ولكن للأسف الشديد فوجئنا بأن واحد اسمه إبراهيم الزحزاح مالش من وين طلع مانيش عارف. أنا واحد من الناس كنت نسأل في جماعتنا متعين تاورغا دائما السؤال هذا ونسأل أي واحد ليبي. الصلح التهجير اللي عند
اللي عند 2015 2016 2017 كل مره طالعين الاعيان ومجلس توار مصراته ومجلس العسكري مصراته وجزء من المجتمع المدني وشباب مصراته يقولوا احنا ما ترجعوش يا تورغه لحد ما تسلمون لعداد كذا كذا. ليش هذوما ما طلعوش مع الزحزاح وقالوا نحن مصدقين على الاتفاق هذا بمراقبه من هيئه الامم المتحده والقبائل الليبيه اللي مفروض ما استهانس بها واللي استبعدت بقصد. كان المفروض اذا كان في اتفاق ونيه شريفه راهم طلعوا لقبائل مصراته وطلعوا عيانهم وطلعوا الحكماء وطلعوا الناس اللي هم من 2011 وصدعونا نحن تورغه داروا فينا نحن تورغه سرقونا احنا تورغه خلوها دمار بيت بلوك على بلوك ما خلوه اخر حاجه طلعنا السيد زحزاح قال البلاد راهي معبى الغام ما تخشاش انت كيف هو لابس عيط لي تقول البلاد معبيه الغام وبعد اسبوع تجي تقول لي ارجع للبلاد ما فهمتهاش انا هذه حتى هي. سيد الزحزاح وعبد الرحمن شكشاك والمجلس المحلي وبعض اعياننا اتفقوا قالوا الكلام هذا وقلنا ما علينا المهم تجيب الناس المهم نرجع لبلادنا ما علينا احنا اهلنا جدودنا ما تربوا لا في قصور ولا تربوا في شيء تربوا تحت نخل وهذا شرف لنا هلنا اللي طلعوا من تورغه ونديروا في الحصيره ونديروا في الطبق ونديروا في الفته ونديروا هذا شرف لنا وسام نعلقوا على رقبتنا وشرف لنا نحن تورغه من تورغه ومن ليبيا وشرف لنا نحن عطينا لليبيا وبصمنا في الجهاد سواء الطليان سواء الاتراك وهذا طبعا كلام مصرات الخاصة اللي مش فاهمين يفهموه وأرضنا ما سيبوهاش أرضنا ما سيبوهاش يطول الزمان ولا يقصر أرضنا يردوا لها ردوا وأولادنا سواء كانوا مجرحة سواء اللي طلعوا من السجون مساكين اللي عند الآن يتلطعوا لا انتبهت لهم لا حكومة ولا انتبه لهم مجلس نواب ولا انتبه لهم حد ولا مجلس المجلس المحلي بتاع تورغة ولا بلدية تورغة وقفوا لهم حتى وقفة تسجل لهم حسنة أولادنا قاعدين في اللي ما طلع مريض اللي ما طلع قاعد من غير عمل اللي ما طلع قاعد من غير مرتب هذول كلهم موجودين مش 100 ولا 50 بالمئات ولذلك بها بكر قلنا ما علينا اطلعوا يوم الخميس يطلع لنا الزحزاح قال لا راهو ما تخشوا على بعضكم تجوا 150 ولا 200 هذا اللي اتفقنا معه احنا والمجلس البلدي لا يا اخوي هذا ما هي بلادك احنا ما جايين لمصراته احنا جايين لتورغه واذا كان احنا عندنا حق مضبوط كيف ما قال الشيبه وعكوز نموتوا عليه حقنا واذا كان ما عندناش حق الله لا يرده واذا كان عندنا حق احنا من هنا ومشي غادي مفروض كان عندنا عيان وعندنا مجلس بلدي ومجلس محلي يسلموا الكلام هذا لقبائل ليبيه اما باش نحن نقعدوا على ناس يخوفونا يوم يقولوا لنا والله عندهم اسلحه وعندهم طيران وعندهم وراهم ايطاليا وراهم كذا ونقعد قدام العالم طاردوا ونشحتوا في حقنا هذا ما يجي الحر حقه يا ياخذه يسقط. طيب استاذ سالم هم يبرروا في رفضهم هذا بخوفهم عليكم من الألغام ومن بقايا الصواريخ غير المتفجرة والله يسمع كانوا مخوفهم علينا رام احنا صابرين لنا 7 سنين كانوا مخوف علينا يوم اللي وقع الزحزاح وعبد الرحمن شكشاك في فنادق في تونس راهو قالوا يا تورغة خلونا ننظفوا هذه من حسن النوايا كان في حسن النوايا مضبوط خلينا ننظفوا المنطقة ليهم 4 سنوات وما يعيطونا العودة الزحزاح انت بروحك كم مرة درت في لقاءات هنا من 2015 يعيطونا والاتفاقات هي موجودة عندنا موقع من 2015 راهم نظفوا هي شنو تورغة هي راهم نظفوا وبنوه وراهو داروا فيها حتى احواض سباحة لكن النية الحسنة ما فيش النية الحسنة ما فيش تو اخر حاجة سمعناها كل مرة من يوم ما حطوا هلنا في قرية القطف انا واحد من الناس كتورغي كان نشدوني هلي والله ما نطلع من غادي لين ينموت داخل تورغه يا روحت ما نطلع ما نتحرك وتو يجوا يقعدوا في قريره القطف راهو هذا يا دكتور احمد لعلمك الخاص بنوعي بها هلي تورغه وبنوعي الليبيين في 2013 و2014 و2015 طلعت كلام من بتاع المؤتمر الوطني مرعي بروحيل وعبد الرحمن شكشاك هو قاعد يسمع فيه في طرابلس واعضاء المجلس البلدي في مجلس محلي في طرابلس طلعت قالوا علينا نحن بيعطونا الحكومه زمان كان شو اسمه في شو يقولوا له مش الكيب الاخر اللي بعد الكيب هم السيد علي زيدان علي زيدان قال اعطينا 25 مليون بنديروا مباني الجاهزه هذه اللي حركوا فيها التحرير بنديروها في قريه القطف 500 ولا 600 تريلا وبعدين كل ما يزيدوا كل ما يزيدوا عن يعني هذا مشروع قديم حديث بيديروا لنا مستوطنه جديده هنا وبيديروا لنا مخيم رقم 18 ولا 20 واحد هنا وواحد في هراوه احنا هراوه خوالنا وهلنا
عرفت؟ وثلاث ارباع تورغه فيها اولاد سليمان ميايسة عندنا فيهم. اذا كان بنجول القبائل واذا كان بنجول القبائل احنا برقه احنا يشرفنا ان تو نقولها قدام وانا مسؤول عن نفسك الكلمه، لان احنا عندنا مجلس عيان وعندنا بعض الناس في تورغه لما يطلع واحد يقول كلمه الحق يطلعوا لك ثاني يوم يقول لك لا لا هذا ما يمثلناش، لا انا نمثل تورغه ونمثل المظالم في تورغه. احنا يشرفنا نكون من برقه. ليه؟ لان المنطقه الوحيده اللي في ليبيا ممكن تسك فيها واحد ولا اثنين، وكانت هذيك الفتره كان ظلام، كان فيها دواعش. تو من يوم قعدنا في برقه هم الحمد لله طلاقه هنا من هراوه وتعجيمه انطلقت علينا، وقاعدين معززين مكرمين والوحيدين اللي واجههم حالنا مزبوط والله غالب. لو كانوا غير لو كان غير فيدهم وكذا رانا اليوم قاعدين في بلادنا. ولكن كيف ما قال الحاج الاهو قاعد يسمع فيا، امانه في رقبته هو وجميع القبائل في ليبيا تورغ امانه في رقبتهم، لان شيابنا وعزيزنا والعيل اللي يبكي قدامكم هذا والشايب اللي يبكي دمعته غاليه علينا، ومفروض تكون غاليه على كل ليبي، لان الدنيا دوائر راه. اليوم تورغ بكره ما نش عارفين على من تصير، لو كان بتمشي على الحاله بكره ما نش عارفين على من تصير. وراهو يا مصراته والله 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 اللي عند الان نقول لكم ان تحلوها بايديكم خير من تحلوها بسنونكم. راهو العير التورغي اللي قاعد في قريه القطف واللي قاعد متشرد راهو هذا تربوله في حقد في قلبه، راهو يكبر يقعد مشكله، راهو يقعد لكم مشكله. ما تقولوا راهو هذا ازرق وعبد وما عنده، ربي اللي اعطاكم انتم يعطي حتى تورغه، وربي اللي مكنكم انتم يمكن حتى تورغه، ورب اللي خلاكم انتم تحكموا وتعيطوا وتديروا فينا العفن اللي ما ندارش في العالم كله حتى وربي قادر. وانا ما نقول لكم في الكلام هذا لان انا عارف ان في مصراته فيها ناس اشراف طيب. وناس نظاف وناس عندهم ضمير، لكن الله غالب عليهم. ارحب الان بالاستاذ عبد الحميد عيسى عضو فريق حوار مصراته تورغا سابقا. استاذ عبد الحميد اهلا بك. اهلا بك، السلام عليكم. ما هي معلوماتك عن ما رشح عن اجتماع المعارضين لعودة تورغا الذي جرى في مدينة مصراتة اليوم؟ طبعا قبل أن نبدأ الكلام، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نقول لك على الاجتماع اليوم اللي حصل فيه على الخطوات، لكن بتسمح لي أني أرد على السيد فرج والسيد سالم. تفضل تفضل. طبعا اليوم كان اجتماع، ما همش معارضين طبعا، هم مجموعة من الناس في مصراتة لديهم بعض المطالبات. الاجتماع كان جيد، وكانت كل الآراء فيه تدفع للمصالحة ونحو المصالحة ونحو التادية، والجميع أقر بأن حق تورغاء في العودة حق مشروع. نحن متفائلين جدا أن الثلاثة أيام القادمة بإذن الله ستكون حاسمة وستمكن أهالي تورغاء الأبرياء من العودة إلى مدينتهم، ونتمنى أن يكون ذلك في ظل الاحتفال بثورة 17 فبراير المجيدة. طبعا تسمح لي برد على السيد فرج وعكوز. يعني طبعا قبل شوية لما تواصلت معه قلت لك أرجو ما يكونش فيه تجريح لمدينة مصراتة، أنا ابن مدينة مصراتة ولا يمكن أن نرضى في مدينة مصراتة. سأوجه كلامي إلى السيد فرج وعكوز. يا سيد فرج وعكوز، مدينة مصراتة التي قلت لا يوجد بها عقلاء، مدينة مصراتة التي رجت بها عقلاء قدمت ما يربو من 730 شهيد في حرب تنظيم داعش الإرهابي في سرت، الذين مكن لهم مشيرك وقيادتك العامة ممرا آمنا من درنا إلى سرت، وقاموا بمحاربتنا ووصلوا إلى كوبري السدادة، والآن درنا محاصرة لما أخرج داعش، وبعد ذلك من الصابري إلى مدينة سرت مكنت لهم قيادتك الحكيمة ممرا آمنا إلى مدينة سرت، وقمنا بمحاربتهم ودحرهم. عندما أعلن مشيرك وقيادتك الحكيمة أن بنغازي تم تحريرها تحريرا كاملا غير منقوص، فسر لي ما سبب التفجيرات التي حدثت في الأيام الماضية. يا سيد فرج بوعكوز، مدينة مصراتة التي يوجد بها التي لا يوجد بها عقلاء، لا يوجد بها شارع اسمه شارع، أنتوا اللي تفجروا، ولا توجد بها أرض اسمها أرض شبنة. وبعدين تحكي عليش أنت تحكي تقول لي مصراتة لو كان عندك عقلاء؟ يا سيد سالم التوري مشيت المنواليد وقتلت شياب ومعاويلهم، مشيت المرجفينة وقتلت عيالهم وخذيتهم شعيرهم وتقول عيد الشهيد وقسموا في زعيم الجبانة. انت ايش عندك؟ انا بتحكي المال دمرت المطار، سيطرتوا على البنك
جوعتونا. طيب انتم تقعدون الارتال. طيب حاج طيب يا حاج فراس ما تكسبوا هدم. انتم تبوا تحاسبونا ولا تقدمونا ولا يمدونا حاجه يا حاج فراس. احنا احباء طلع مال المختار والله الملوك منها ليبيا. الله حاج فراس اكثر من فزكم يا حاج فراس. لو سمحت والله الملوك منها من مقبره شرعيه. انتم شنو اللي قلتوها؟ انتم اللي قلتوها. الشيطان ما يديرهاش. قتل صبرا ليبيا ذا سيد احمد. طيب يا حاج طوى التفجير اللي في مساجد دمنكم عندما جبتوا فرقاطه يونانيه حبيه. استاكي انت اسكت ما عندك عقلاء. ما تتكلم معي. السلام عليكم. عقلاء منين لك؟ خربتوا البلاد، جوعتوا الشعب الليبي، دمرتوا مطاراتنا، دمرتوا طيارات. انتوا غزيتوا خشيتوا على ورشفانه وتقسموا فصائهم وتقولوا عيد الشهيد. اي شهيد عندكم؟ مصراتة اللي في برقع عندهم شهداء ورجاله وطاحوا طيارين ومصابوا معانا. اما انتوا لعند امس ما زلتوا تتبعوا في الدجال وتقولوا بغازي. بغازي سقع عليكم، برقع سقع عليكم. والله لو ما انا خايفين على العزايز والشياب والعيال ما تاخذوا ساعتين عندنا. طيب اعود اليك استاذ سالم شعبان الناشط من مدينه ثاورغا. الاستاذ عبد الحميد عيسى اقفل الخط قال السلام عليكم وسكر الخط. لو كان موجود يتفضل بيرد. يتفضل ما عنده مش يرد. طيب اعود اليك استاذ سالم شعبان الناشط المدني من مدينه ثاورغا. الان بعض الاصوات من مدينه مصراته تجتمع اليوم في المدينة وتعترف بحقكم المشروع في العودة، وربما أيضا يقدمون وعدا جديدا بعودة قريبة قد تكون في ذكرى فبراير. أيام قليلة فقط تفصلنا على هذا التاريخ. يا دكتور مش عارف احنا يضحكوا علي منو والكلام هذا كله علي منو. يا دكتور هلنا قاعدين في قرية قطف بين احتفلوا ب 17 فبراير ما انا محتفلين، بين نخشوا ما ناش خاشين بسكروا بيوتنا بنمشوا اجازه بين ديروها تورغ مزرعه 17 لا 17 هم ليش حد دقيقه يا دكتور لا 17 شيء 17 اللي خلانا فيها الحال. نحن الكرامه والجيش الليبي والشرطه لا 17 لسحنتي. هم مش عندهم نيه خلاص ما يبوش يبوا تورغه تروح، ما عندهم نيه النيه النظيفه يخلونا احنا نقرروا كيف ما بنروح نروحوا. هذه ارضنا. لكن لما بنروحوا يلاقونا في قريه القطف مره يقولوا لنا بعد الخميس. هذا الاستاذ اللي تو طالع يكلم فيك عبد الحميد طلع يوم الخميس اللي فات ولاقى جماعه تورغه وقال لهم لا ردوا، وبعدها طلع قال ان شاء الله اعطوني 24 ساعه، بعدها 48 ساعه. هذه ارضنا بلادنا بنرجعوا كيف ما نبوه. هم تو كلنا يقول لك المطلوبين او تو نسمع فيه ذكرها مطلوبين. هذا شنو اللي صار عنده؟ احنا عندنا انتم عندكم مطلوبين، احنا عندنا مطلوبين، ما عندنا اسم. طيب نخلي المطلوبين هذول اللي تقوم الدوله ويقوم القضاء ويجتمعوا عقلاكم وعقلانا اللي موجودين اللي الله غالب عليهم، اللي متاكد انا واحد من الناس ان فيها ناس عقلاء وشرفاء مصراته. والله الكلام هذا كله العرب العرب على شداهن وعقلاء النيل في عقلاء يخلوا نحن لما خذوا كروا كروا بعض شخصيات منا وداروا فتنة بيننا طلعن قبائلنا قالوا له اقعد. حاج وين العقلاء اللي صاروا عليهم؟ حاج كفر متدين يا عرب. طيب حاج كل شيء على الطاولة. طيب يا حاج في بعض الأصوات التي بدأت تخرج من مدينة مصراتة اليوم واجتمعت اليوم تعلن لغة خطاب جديدة ومختلفة، تعترف بحق أهالي ثاورغة في العودة وتطالب بالمصالحة. هل سوف تمدون أيديكم لمصافحة هؤلاء؟ كيف يديروا هم أول أمس بنغشير ومن قبل متلاقينا وياه بنغشير كلفوني ساعتها برقة ما زال عندهم أمل في مصراته. كلفوني بوافد ومشيت ب43 شيخ من هنية وين ما جينا غادي ومعدنا معاهم. وهو في الليل تم السيد تغدى معي في المجلس النواب الأولي متاع مؤتمرها الأولي هذاك، وقال لي حاج فرج احنا ممكن نصلحوا الوضع ولكن عندنا مشكله واحده. قلت له شنو؟ قال لي مشكلتنا حفتر. قلت له انا بسيطه حفتر. قال لي كيف؟ قلت له سهل حفتر ما عليك منها، ما عندك مشكله غير حفتر؟ قال لي اه. قلت له لا بسيطه، نبي حفتر تحكي عليه. والمره كان جاك شيخ من برقه والله كبير والله صغير
وقال لك نقدر نساري ما حفتر حفتر حطاتها ليبيا برقة بصباياها بعويلتها بشيابها بعد قبيلتها بتما يلعبوا بروسنا في بنغازي وفي دارنا وفي كل مكان وفي جدابية حفتر مسا. وبعدين انت تحكي على حفتر مبروك نبيدي حفتر ما عليك منه انت عندك 500 حفتر وين حفاترك عطيني حفاترك قلت له اللي خش علي بن وليد من واللي خش علي ورشفانه من وقسم في غلامه ويقول عيد الشهيد اللي دمر المطار من اللي خشوا على طرابلس قاعدين هالوقت تكروا فيها وتاخذوا في رجال وتاخذوا فيني وتاخذوا عليهم في فلوس ودارين ميليشيات تقول لي حفتر حفتر تبي ولا ما تبي نحن حفتر طيب وقواتنا المسلحه نريد ان نخرج نريد ان على حفتر نعم ما هذا حاج حاج بعطيوه اليوم مش موضوعنا القياده العامه للجيش لا نحكي على قائد الجيش طيب رديت على كلامه نعود الان لمناقشه هذه المعاناه هذه الصور التي نشاهدها الان مشيت لهم في قناه مشيت لهم ونحن اليوم نحن اليوم استضفناك حتى تنقل لنا شهادتك عن ما رأيته هناك. حاضرين حاضرين. نعم. أول مرة نحن مشينا للجماعة اللي دون ما مشينا شغادي قالوا خطير الوضع. لا لفة قالوا 400 كيلو برنامج عرفت ما مشينا شغادي مشينا اللي دون 200 عائلة و600 شخص. أول مرة قاعدين في خيام في عراء. وبعدها ما عليه مع احترامي للمتفرجين والكم حتى الحمامات ما هناك. ما فيش حمامات وبلاد مبسوطه تمشي كيلومتر يحقق كل واحد نطالب كان في حكومه لكن ما هناكش يدزوا لهم قالوا في كونتينيات يديروا فين حمامات يدزوا شي اربعه خمسه للصبايا اللي حالا عطيب ويدزوا للشياب شي سته من 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 هنا من برقه الوضع الشياب سكر وضغط وطيحين وعويله صغيرين وصبايا ودنيا تباكى يعني الصوره هذه مش حتطلع من جيل تورغ الجايله يمكن تطلع حتقعد في روسهم هذا وضع خطير جدا وضع مش سهل ويقول لك يوم 17 ولا 18 ما يصير منه شيء هذا يقول في كلامه ما في ده شيء السراج ما في ده شيء طيب عرفت الكلام اللي يقولوا كله نبيدي حقي كلمه واحده حقي على قبائل بارقة والجنوب والغرب الليبي حقي عليهم باستثناء مصراته كان عندهم إنسانية قالوا في وفد خطر يا دكتور قالوا طيب. مشي الجنيف 52 سنة سأعود إلى هذه القضية اللي مناقشتها بعد قليل لكن أعاد إلي الاتصال بالأستاذ عبد الحميد عيسى عضو فريق حوار مصراته تاورغا سابقا أفسح لك المجال للتعليق أستاذ عبد الحميد لإكمال فكرتك وأيضا أسألك عن الطلبات التي رفعها بعض أعضاء أو أهالي مدينة مصراتة في الأيام السابقة مجموعة من الطلبات أو الشروط حتى يقبلوا بعودة تاورغا وصفت بأنها تعجيزية هل لازال هؤلاء مصرين على هذه المطالب وهذه الشروط أم أنهم اتفقوا معكم على تخفيض سقف هذه المطالب العالية؟ نعم السلام عليكم نعم تم تخفيض المطالب طبعا المطالب الآن أعتقد أنها مطالب مشروعة نحن لم نتلقى أي مساعدة من قبل أهلنا في تاورغا المتواجدين في قرية القطف والمتمثلين في المجلس المحلي تاورغا وبعض أعيان تاورغا هناك كانت الأمور سهلة جدا قبل أن تخرج الهتافات التحريضية الممنهجة استخباراتيا في ساحة الكيش لأطل الدخول تاورغا كذلك لما أدلى به السيد جبل الشيباني عضو البرلمان من وصفه ثورة فبراير بالنكبة الآن الطلبات كالآتي الاعتذار من أبناء تاورغا عما حدث من جرم في مدينة مصراتة سنة 2011 كذلك الأمر مدينة تاورغا طيلة حكم النظام السابق كانت فرع بلدي تتبع إلى مصراتة وكان أهالي تاورغا من أشد المدن ولاء للنظام السابق ولم يحدث خليني أكمل فكرة كانت بلدية حرد لك حرد لك حرد لك حرد لك خليني تاورغا بلدية طيب خليني أكمل فكرة حاج لو سمحت لو سمحت لو سمحت خليني أكمل وحرد لك ترد علي والمديرية هو وشوف عليهم من جديد خلوا لهم والله ما عندهم دين بكر الله لو سمحت حاج
طيب كذلك يا مديرية الأمن كان هناك مركز نعم أسلم عليك، أكمل فكرتك أستاذ عبد الحميد تفضل. كذلك الأمر مديرية أمن تورغة كانت مركز شرطة تورغة فقط. عفوا أعتذر من السيد فرج بوعكوز وبنقول له يا سيد فرج بوعكوز لا 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 أريد الحوار، لا أريد لا أريد أن يتحول الحوار سجالا بينكما. لا لا أريد لو سمحت لو سمحت لو سمحت لا لا أريد ولا تقتلهم. لا أريد بارقة كلها معهم والله ما نسيبهم لك. لا أريد أن يتحول نقاشنا اليوم سجالا شخصيا بينكما. أرجوك يا أستاذ عبد الحميد وأيضا أرجو الحاج بوطيوة بيحكي على من هذا؟ طيب أما دينه محل تبع مصراته نحن نتحدث المديرية تبع مصراته خلاص اخذوا حتى من أنتم اللي فضلتوه. لا لا هو أكد يا أستاذ الحاج هو أكد والله ما تحكموهم ونحن حيين والله ما تحكموهم ونحن ضنا برقة ما تحكموهم ونحن حيين علي اللي منه خشينا بعكاكين عليكم. طيب ما زلت وراكنا والله ما زلت وراكم أولا من سمعتين وعندنا ميعاد وجايينكم جايينكم مش الكلام يقول جايينكم قبائل برقة جاياتكم. طيب أمسكوا ردوا أرواح ردوا أرواحكم والله نطلعك مع الطليان اللي جبتهم لي يا أستاذ يا حاج احنا الطليان يا حاج وانت جبتهم والله راكبك في مراكبهم وتعدي انت وخوتك وهذاك الوطن ما عندك وطن انا انت. طيب ما حاج ما عندكش وطن يا حاج وطن في بعض نعم في بعض كم في نعم تفضل في بعض الأصوات الآن تريد أن ترعى اتفاقا حنخليك تريح تفضل أشرب مية حاجة تريح. أعود إليك أستاذ سالم شعبان الناشط من مدينة تاورغا. هناك الآن مطالب ربما تم تعديلها والأستاذ عبد الحميد عيسى يتحدث أن هناك مطالب الآن باتت مشروعة ومرضية لكافة الأطراف لعودة تاورغا وأيضا يتحدث على سقف زمني قريب جدا ربما عودتكم في خلال ثورة أو ذكرى ثورة 17 من فبراير. نقاط إيجابية يمكن أن نتعلق بها أو نتمسك بها، يبدو أن هناك أمل أو أفق لحل قريب، كيف تعلق؟ يا دكتور أحمد ويا عبد الحميد بالهداوة وبالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان فيه نوايا حسنة ما زلت ندوي على النوايا الحسنة، إن كان فيه نوايا حسنة وعندكم أعيان وراضيين بالاتفاق بين تورغة وبين مصراتة، نحن ما نقول لك أول حاجة احنا اعتذرنا في 2012 وما لش لازم، أنا واحد من الناس وكان قاعد ذيك الساعة ما نعتذر لحد لأني ما درت الشيء، نعتذر للي درت له، وإذا كان الدور في اللي دار احنا عندنا مخطوفين وعندنا شهداء في السجون وعندنا مفقودين عند توا وعندنا سجناء طلعوا حتى أوراق ما عندهم وعندنا ناس احنا عندنا اللي عندنا لو كان بكل واحد يقدم ورقة ما عندنا مشكلة، لكن أرضنا ما تحط الناس فيها شروط للرجوع، هذه أرضنا نرجعوا بإرادتكم وبرضاكم وبطيابة وبش نردموا الأحقاد اللي جاية وتنبنى ليبيا بسلام أفضل من جو بطريقة تانية ما أرى وأسمع كونهم بتخوفون الناس. صح فيه ناس خاف من هذه القوات اللي عندكم والميليشيات هذا عندكم كله أنا عارفه كويس وعارف إنه في قواعد إيطالية وعارف الكلام هذا كله كويس، لكن راهو دقيقة حاجة يا, يا, يا عبد الحميد طيب. إحنا وانتو نحن ليبيا تورغة لها 5000 سنة، كونكم أنتم بتقولوا والله بنمسح تورغة، إحنا تورغة ترجع أولادها يرجعوا نرجع ببلديتنا نرجع بأمننا، أنتم على العكس إحنا اللي طالبينها منكم أنتم العقلاء اللي أنت تو سمعتك تاني مرة أنا قبل ما ريتك ولا سمعتك أنتم اللي تو طالعين أصوات الداعية للسلام، اطلعوا طلعوا بيان انتوا وعيانكم وحكماكم واللي قام عشر اليوم بدون شرط ارجعوا الى تورغة لما تقوم دولة ويقوم قانون ويقوم قضاء برقة قاعدة وفزان قاعدة والغرب قاعدة واحنا حاضر، لكن باش تقعدوا كل مرة تديروا لنا بسبند وشروط تعجز عليها اي وحدة. طيب. راو يا اخوي اللي تبكي عندنا هذه طيب. امي واختي بنت عمي هذا ولدها وعلى رجلها وعلى اخوها. استاذ سالم هناك صوت مختلف الان
ما فيش مختلف. لا تفرق بين كافة الأصوات التي تخرج من مصراته. لا أعتقد أن هناك معتدلين الآن يريدون عودتكم. مختلف أنت لما يطلعوا يقولون يا تورغى أرجعوا يوم اللي ترجع دولة وقانون وحقوق. يا سالم مفكرين بالدادة. طيب أستاذ سالم، على اليمين ما مرجعين كم اللب ما أخذ بالقوة ما يسترد له بالقوة، على اليمين تخشوا علي منتم اللي معاكم وما مرجعينكم مفكرين بالدادة. طيب أتمنى أن نناقش هذه القضية بكل هدوء، لأن هناك معاناة حقيقية أهالي تورغاء في المخيمات في العراء. هناك ربما طيب، لكن وعودهم هم السبب من المعاناة. طيب هناك وعود جديدة الآن. لا ينفعش كل يوم نقعد وعود عطوا مرة لكن أيام بس يا أستاذ سالم، وعود عطوا مرة أيام. طيب وين سلام؟ في حل أخرى ننتظروا لعندهم 17، في حل آخر يا دكتور 17 بشروط شوية سالم، 17 بشروط. ما ينفعش هم يريدوا أرض تورغة ويريدوا 3 مليار اللي كذاب أمت كبير قال لهم نعطيه كم 3 مليار من فلوس الليبيين ودوتهم فلوس ومشاكلهم فلوس ويبوا الأرض ما ياخذوها لين يقتلونا فيها. أرض تورغة نبيدي أول واحد علي اليمين نموت مع تورغة فيها. طيب ولا سيبتها كذا يقربوا قبيلة كبيرة لقي غير تورغة. هل يمكن أن نناقش لقي غير تورغة عشان صحتك يا حاج؟ 400 والله عشان صحتك 40,000 ولا 50 كذا يقربوا القبائل الكبيرة الجبناء. تمام عشان صحتك يا حاج تفضل. لا والله العظيم شيء يجنن يا رجل. تمام نتمنى أن يكون صوتنا يا دكتور عمر صار في الدنيا نعرف أنه في الأمم المتحدة. طيب نعرف أنه في معاناة يا حاج والقرآن الكريم ونعرف أنه في ظلم ونعرف أنه في معاناة ونعرف أنه في ناس ماتت في الصحراء ناس توا 7 سنين وتوّل في المطر. لكن أنا نتمنى تمشي أنت يا دكتور التفرع عارف والله العظيم شعر راسك إيه. صحيح والله من اليوم اللي مشيت مع درقادت يا راجل عزيز وحويلة وصبايا يتباكوا ومش لاقين وين يقعدوا مش لاقين وين يأكلوا. ايش نوع الخبر حرام عليهم والله يا ربي ما يرحمكم وحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل والله ما يرحمكم ربي الله. اعود اليك. طيب استقبل الان الاستاذ احمد دروياتي المحلل السياسي من مدينه مصراته. استاذ احمد اهلا بك. اليوم جرى اجتماع في مدينه مصراته، هل يمكن ان نقول انه الأمور باتت قريبة من الحلحلة؟ أهالي تورغة قريبون من عودتهم فعلا إلى تورغة، وهل هناك من تاريخ محدد للعودة؟ أولا بصراحة أشكرك على الاستضافة وحقيقة مرة أخرى وحقيقة ضيوفك وحقيقة مشاهديكم. بالفعل حصل اجتماع اليوم وحصل قبل حتى خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات. أستطيع أن أرخص ما يحدث أنه بالفعل هناك انفراج أكثر في الخطاب حتى لدى المتشددين حتى الساعة. هناك تقليل للمطالب لا شك في ذلك. هناك جمع أو محاولة تخفيف من شدة التوتر والاحتقان الحاصل من الأطراف التي كانت متعنتة في البداية. شخصيا أستطيع أن أقول أنه بالفعل يمكن الحلحلة الموضوعات قد أن الأمر أصبح قريب. في تاريخ محدد أستاذ أحمد درويتي لهذه نعم خليه يكمل فكرته لو سمحت. لو سمحت يا أستاذ نوايا حسنة. هناك أكثرية تطالب وبقوة داخل مصراتة برجوع أهالي تورغة. الكل يشعر بما يحصل لهم في قرار قطف أو في غيرها أو خلال حتى 7 سنوات. كلنا ليبيين أعتقد أن نقاط الالتقاء أكثر من نقاط الخلاف التي يجب ألا نثيرها، وكنت أتمنى من بعض ضيوفك ألا يثيرها ولا يزيد من حدة الاحتقان أو لا يصعد في الخطاب العدائي وما إلى ذلك. الإشكالية قائمة لابد لها من حل وسيحصل لها حل إن عاجلا آجلا. هذا الحل لم يأتي إلا عبر تورغة ومصراته. مصراته مدينة وتورغة مدينة أيضا. مصراته فيها تنوع كبير لابد أن نراعي هذا التنوع. لابد أن نراعي المظلميات الحاصلة. والله حردك تعلم يا حاج لو سمحت والله حردك تعلم. لا حردك لا ما نبيش تسكت بالعكس بس بجميع إشكاليات. إذا أردنا حل بالفعل لهذه الأسر لهؤلاء النساء لهؤلاء الأطفال أنا أستطيع أن ألخص أنه بالفعل يمكننا أن نقول أننا اقتربنا كثيرا. أعطونا بعض الفرصة وسنصل إلى حل قريب وسيرجع أهالي تورغة إلى منطقتهم. طيب. المعززين الرافضون لعودة تورغة في السابق والذين وضعوا سلسلة من الشروط وصفت بالتعجيزية تؤكد الآن أنه تم
التخفيض من علو سقف هذه المطالب الذي كان مرتفعا للغاية، وأنت متفائل بقرب عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم، لكن هل تم مناقشة تاريخ محدد للعودة أم لا أستاذ أحمد؟ للأمانة لا يوجد تاريخ محدد حتى الساعة، ولكن أعتقد أنه قريب، لأن الكل أصبح يستشعر حتى إشكالية الأزمة الإنسانية التي تحصل لهذه الثورة، حتى المسلمين يرون أن الأزمة يجب أن لا تطول، بالفعل يجب من حسم الموضوع إما بإعطاء قرار أو بخط تشكيل لجنة تذهب وتتفاهم مع أهالي تورغة حول موعد مثلا بعيد، أو إما إنهاء هذا المشروع أو هذا الموضوع الآن وإدخال أهالي تورغة إلى مرتقهم. أعتقد أنه في القريب العاجل، أعتقد خلال أيام قريبة سنصل إلى حل نهائي أو على الأقل حل حاسم من أهالي مصراتة، أو على الأقل إجماع أهالي مصراتة ووضع حل لإشكالية التشدد في هذه النقاط أو الإشكالية حول الاختلافات الحاصلة في مصراتة، على الأقل للذهاب إلى توجه. ولا أعتقد وأستبعد جدا أن يكون هناك توجه أو قرار سيصدر من مصراتة أو من جلب أهالي مصراتة سيكون رافض لعودة أهالي تورغة أو متشدد كما حصل في البيان ربما الذي سمعت عليه قبل أيام. أعتقد أن الموضوع سيحل كما قلت لك. نتمنى فقط الابتعاد عن سد الابتعاد عن التعصب، الابتعاد عن إحضار الماضي يا سادة. الماضي يمكن لأي شخص أن يرد عليه لكل المظلميات ولكل الحقوق لا شك في ذلك، ولكن عندما ننظر إلى نقاط الالتقاء ونقاط التفاهم سنجدها أكثر بكثير من نقاط الخلاف التي حصلت نتيجة أزمة معينة يجب أن نبتعد عليها أو لا نثيرها في هذه الساعة. أنا شخصيا ربما أبتعد كثير عن فكرة الاعتذار، عن فكرة أن يعترفوا تورغة ب 18 فبراير، هذا حقهم الشخصي ليعترفوا بتورغة فبراير أو ليعترفوا بسبتمبر، هذا شأنهم. هناك دولة قائمة الآن وهناك قوانين تحكم الدولة بشكل ولو بشكل مثل الآن، سنحكم لها جميعا. هناك قضاء سيفعل وسيستقي وسيأخذ كل حق الحق. أنا لا يهمني هذه طيب يا يا حاج يا حاج يا حاج لو سمحت طيب في كلمة ونطلعوك مع الطليان مرة أخرى في كلمة خذوا تورغة كنتبونا خذوكم طيب وكان ما خذوا تورغة والله جيد هذا ما يقوله لالو سيد أحمد الروياتي يا حاج يا حاج والله ما ينفعه الذي تقوله أنت الآن أو تطالب والله ما ينفعه هو نفس ما يطالب به الأستاذ أحمد الروياتي هو متفق معك هو يريد عودة أهالي تورغة هو يتحدث أنه ربما الصوت المتشدد هو يعترف أن هناك صوت متشدد في مدينة مصراتة كان رافض ويقول الآن أنه ربما نقاط الالتقاء باتت أكبر من نقاط الاختلاف هو مؤيد لعودة أهالي تورغة هو صوت معتدل من مدينة والله يا دكتور هم عندهم ريت يا دكتور هم عندهم ثلاث أربع أيام نبيدي أمس مشيت المرج وجو قبائل من عندهم ساعد لعند المرج يعزوا في الشريف الوافي وجو مشايخ وعبيدات الحرابي والمرابطين والأشراف وحتى أخوتنا اللي معانا هنا الحضر والجبارنة واتفقوا علينا في الأيام القادمة مجتمعين في هراوة ودارين ميثاق شرف وإن شاء الله بكرة بعد بكرة نشرح لنا طيب. وكان ديروا ميثاق شرف أريد تورغة تورغة قاعدة عندنا ونحن مسؤولين أمام الله على عوانتنا وعلى النساء وعلى شيابها نخشوا قدامهم أعود وخلي المساري تقتلونا إليك أستاذ سالم وعلى اللي منتقع عكوزي هلولي أستاذ سالم شعبان عكوزي هلولي طيب أعود إليك أستاذ سالم شعبان الناشط من مدينة تورغة الأستاذ أحمد الروياتي الناشط من مدينة مصراتة شدد على جزئية هامة ربما أتيت على ذكرها أو سألتك عنها منذ قليل لكن لا بأس أن نعيدها هو يتحدث أنه عملية المصالحة تحتاج إلى توافق بين كافة الأطراف تحتاج إلى تغليب لغة الحوار ونبذ لغة الكراهية والخطاب المتشدد بين الطرفين هو يتحدث عن مصراتة ويتحدث كذلك عن تورغة للتمهيد للعودة القريبة تتفق معه أم لا؟ أنا نتفق معه لكن فيه كلام بنقوله له دكتور أستاذ محمد الرويني أن الكلام هذا كله يبي له حاجتين اثنين قبل كل شيء يبي له الصدق صحيح؟ الصدق والنوايا الحسنة الصدق من كافة إذا كان تواجدت الكلام هذا يقبق كويس لكن إحنا يا محمد
من ايام فاتت طلع لنا الزحزاح وقال الاستاذ احمد الروياتي تتحدث الاستاذ احمد الروياتي طيب. من في ايام فاتت طلع لنا الزحزاح وقال يا تورغه ثلاث ارباعها معبيه الغام توا باش نعرفوا ان نحن من الصادق هذا يقول تورغه معبيه الغام وكركرت وطلعته هلنا من كانوا في قطر حتى الحيوانات ما تسكنها جبتهم في صحراء ما فيها شيء عرفتوا توا اذا كان تطلقوا تورغه في الوقت هذا بكره وكان قلت ارجع لتورغه هو مش من حقكم تقول لهم ارجعوا ولا ما ارجعوش هو حق تورغه هذا اذا كان في حق تورغه قرروا يرجعوا ولا ما يرجعوش انتوا عليكم حاجه واحده بس تمسكوا اولادكم واذا كان في قضاء تلاقوا في القضاء عندكم مظالم تاخذوها من القضاء عندنا ما صارش القضاء في عرف ليبيا يحكمها عرف من مئات السنين الشرق هنا عندهم عرف قبل القضاء انا الشايب هذا لو كان ولده طق فيا نمشي له هو ياخذ لي حقي إذا كان في نية نظيفة ونية صادقة نبنوا كلامنا على الشياب الكبار ويتوسطوا أي النية يا رأي ويتوسطوا لنا سبع سنين يحاربوا بينا في ليبيا سبع سنين يحاربوا حتى الله سبحانه وتعالى يقول فكاتبوا نكاتب بين بعضنا ونردوا كل شيء في مكانه لكن بدون شروط إذا كان أنتم عندكم شروط حتى تورغة عنده شروط حتى ليبيا كلها عندها شروط اذا كان بيفتح باب الشروط وباب التعويضات راهم عشت حز راهي معشت حز الشايب اللي تسمع فيه الكلام اللي يقول فيه هذا كلام مش جاي من فراغ نحن مغازي اللي ساروا عليا من جرافات العواقير 14 ألف شهيد من غير يقاطعوا البتر الدرسة فهم 13-14 المربطين جميع قبائل بارقة من عند سرت لعند مساعة طيب. فوق من 20 ولا 25 شهيد نعم. من غير قطعوا لني أنتوا تبوا تخلصوا من أنتوا تبوا تخلصوا من الشايب الدجال اللي طيقلنا علينا أول بنغازي وهر عليه بنغازي فيها هلا طيب أنت وتفجروا فينا سوف أعود إليك سوف أعود إليك طيب يا حاج أمس أنتوا ما عندك أمس انتوا خيرين كملوا كان يهديكم الله يا سحاج فرج تتجنى حول السلم نناقش والله حتغدوا منها بالخير ليبيا طيب نناقش الان هذه الازمه هذه المشكله ناس ما عندها هذه كارثه طيب كارثه ما عندها مش مشكله انت تطالب بان يجنح الجميع الى السلام هؤلاء الان انا دام ربي طيب. فرصه اخيره وناراني جايهم ونحن نتحدث عن هذه الفرصه يا دكتور نحن نحاول مجلس الشورى نحاول التعلق بهذه الفرصه ولا واحد اللي جايين من قبل ونمي عده معاهم ومع ابراهيم بغشير ومعاهم مساري معاهم وقالوا نبو ندير وما داروا شيء ودرت محضر ورا عندي في حوشي وقالوا حفتر قلت لهم حفتر بيساري على حد تريدون بحفتر بيامي تريدون اقعدوا على حفة تركب ونمي عده معاهم ثلاثه وانا اعرفهم يعرفوني والله ما عندهم عهد ايش ليش كذا ما يقربوا القبائل الكبيره غير هذول 40 ألف كذا يقربوا القبائل اللي تعد بال 300-400 ألف مسراته كان مازال عنده مكان مازال تمام في عنده مكان مازال في عنده معقول في لا شك في, في, في السابق في السابق لا شك ان في شباب كويسين لو سمحت بهدوء يا حاج بهدوء معلش يا دكتور علي علي صحتك والله علي صحتك بهدوء لا شك ان في شباب كويسين ويدوروا فيه تمام في ببيانات ولا شك ان فيه هل ندعمهم لكن ما هم شيخين هل ندعمهم هل ندعم هذه الاصوات التي تخرج الان وتطالب بالسلم مش قال 17 متاحم هذا لا مبروك طيب لا ننتظر ربما يكون نحن عموما نجازوا في انفسنا امس اجتماعنا ومجتمعين في هالايام ونبغوا نلتقوا في هراوه في اقرب وقت ودارين ميثاق لا حد يهجر حد ولا قبيله كبيره تشوخ على قبيله صغيره واخوتنا اللي برا يروحوا في تونس ومصر ودارين مصابي كلنا نحن مش غير برقه معنا الجنوب ومعنا الغرب الليبي ومعنا الاحرار كلهم نحن كان يهديهم ربي يمدوا دايم للسلام وبالك واحدة واثنين نقدروا نحن أجدادنا في 46 داروا صلح الحرابي حتى على ما فات في ليبيين معطل يد وفي ليبيين بصوا وني قال لهم سيد دريس حتى على ما فات ما زلنا نقدر نديروا صلح مش الحرابي صلح الليبيين الوطنيين طيب اسمح لي نقدر العود. نديروه من عجل عزيزكم ومن اجل شبابكم لان نبوا شبابكم نجح ما زلنا نقدر ندروه لكن اوفوا بوعودكم اوفوا بوعودكم كان ما وفيتوا بوعودكم يا ويلكم
دكتور احمد بن لا لا فقط قبل ان اعود اليك اريد ان اعود الى الاستاذ عبد الحميد عيسى. لا اعرف الاستاذ عبد الحميد عيسى هل انت معي؟ نعم نعم. طيب في السابق كنا نتحدث عن بعض الشروط التي اطلقها بعض من وصفوا أو عرفوا أنفسهم بأنهم أهالي مدينة مصراتة، كنت من بين الذين انتقدوا هذه الشروط التي وصفها الكثير بالتعجيزية ودعوت لتقريب وجهات النظر والتخفيف من سقف هذه المطالب المرتفع جدا. الآن نتحدث عن اجتماع جديد ضم الجميع وهو يرحب بعودة أهالي تورغة ويعترف بالحق المشروع لعودة أهالي تورغة، وكنت من بين الحاضرين في هذا الاجتماع. هل لك أن تحدد لي إن كان هناك شروط جديدة أو مطالب جديدة رفعها أو أطلقها هذا الاجتماع؟ نعم، اليوم حصل اجتماع بهيئة الأوقاف كان فيه أكثر من 300 أو 400 شخص من عقلاء مدينة مصراتة. طبعا طلباتهم مشروعة، ربما أضم صوتي إلى أصواتهم. تورغاء سيرجعوا إلى ديارهم آمنين مطمئنين بإذن الله. حددي هذه المطالب يا أستاذ عبد الحميد لو سمحت لي. نعم. هذه المطالب التي تصفها بالمشروط المشروعة وهذه المطالب الجديدة التي يطلقها أهالي مدينة مصراتة بعد هذا الاجتماع الذي حصل اليوم، ما هي هذه الشروط أو هذه المطالب؟ المطالب طبعا تنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق السياسي من جبر الضرر والمصالحة وتسليم المطلوبين، وكذلك الاعتذار من أبناء تورغة فقط لا أكثر، وهذا ما نص عليه بنود الاتفاق السياسي. طبعا اعتذرونا أنتم اعتذرونا. طيب اعتذرونا على خليه يكمل. اعتذرونا على الطليان. نعم نعم. نعم. هذا الرجل متعب يا سيدي الفاضل. طيب لو سمحت يا حاج. والله العظيم ما عندك لا اخلاق ولا قيم. طيب يا حاج. والله ما عندك. لو سمحت بهدوء يا حاج. يا حاج لو سمحت. يا حاج. بهدوء. يا حاج ورجل. بهدوء. والله بهدوء. بهدوء حتى يمكن ان اناقش. بدل يقول لك احتضروا. ارجو ان تكون بسبب. طيب. ولا بسبب مصراته. قتلتونا وجوحتونا. طيب. حسب الله ونعيم والله ما نفهم رمحين يا تراب. طيب. والله ما نفهم رمحين كذاب ما يدرس يا ربي وأعر عليك. طيب يا حاج. وأعر عليك لا. حاج منذ قليل أستاذ أحمد الروياتي ذكر جزية مهمة. يا كذابين يا رجل. لكن ذكر جزية مهمة طالب. كانك دور يقول لك احتضروا. المصالحة. يحتضروا من؟ المصالحة. وليش ما يحتضرهم؟ تحتاج إلى لغة خطاب. ليش ما يحتضروا البرقة؟ طيب. كان ما يحتضر البرقة. المصالحة شروط المصالحة تعرفها جيدا وأنت أعلم منها مني. هذول ما عندهمش مصالحة. المصالحة تحتاج لتقريب وجهات النظر بكافة الأطراف، تحتاج للحديث بهدوء. يا دكتور مصالحة على تشنج من وطنهم لتسهيل عودة أهالي تورغة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دكتور تفضل أستاذ. أول حاجة إحنا عندنا يا أستاذ عبد الحميد عندنا مأساة المفروض انتم بمجرد ما سمعتوا بها انسانيا راكم قلتوا يا تورغة تعالوا خشوا لبلادكم اليوم. وامس توفوا عندنا الحاج الشعالي بالقاسم بوناب 82 عام، وتوفى عندنا احمد برك هذا طالع من 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 السجن من مصراتة وما دار حتى حاجه قعد فيه انظر كم عام، وجوزته ماتت مهجره، ومآسي صارت لنا ومزال بنجتمع. والقصة الاعتذار هذه مش جديدة، ما ال 14 البند اللي اتفق عليه الزحزاح وعبد الرحمن شكشاك والمجلس المحلي هذا ظلم لتورغة، هذا ما فيش حق لتورغة بكل. إذا كان قمعزتوا على هذين هذا ما عندكم علاش قمعزوا، هذين عارفين انه عندنا وقاريين انه قانونيا ما تنفع لا قانونية ولا حتى واحد يقبلهن. اللي قبل به راهو علشان يبي يرجع تورغة، احنا انا واحد من الناس ضدن عشان يرجعوا هلنا بالظلم ويرجع اهلنا. هذا الزمن يا سماك الله محمد، هذا الزمن الظالم 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 فيه يولي مظلوم والمظلوم يولي ظالم. هذا الزمن اللي اذا كان ما عندكش قوه ما تتكلمش، واحنا الله غالب مسلمين امرنا لله. هذه صور اذا كانكم انتم يعتذروا عليش يا اخوي، ما في عندهم واحد يقول في دار بعد اللي صار لنا هذا كله ونعتذروا؟ ما في واحد. سبع سنوات بالله. طيب. عليكم اعتذروا. سبع سنوات طالما نتحدث عن معاناة هناك خبر عاجل يا حاج. حررت من
هناك خبر عاجل الآن. في خبر عاجل طالب نتحدث عن معاناة أهالي مدينة ورغا في العراء. هناك معلومات تتحدث الآن عن حريق يشب في خيم التورغيين في قرارة القطف. في قرارة القطف هناك حريق يندلع الآن في الخيم. طيب كان صارت فيهم حاجة أثما في رقبة مشايخ لي. تمام، أريد أن أختم فقط مع الأستاذ أحمد الروياتي. قالك يحرقوا توا في خيامهم. طيب أعود توا أولا لا نعرف الآن. أولا هناك معلومات الآن تتحدث عن حريق في بعض الخيام، لكن لا نعرف سبب هذا الحريق. طيب أعود إليك أستاذ أحمد أروياتي الناشط السياسي من مدينة مصراتة. أختم معك أستاذ أحمد لو كان لديك إضافة تفضل. أشكرك سيد أحمد. أولا أتمنى من الشيخ فرج يعني رجل كبير في السن وفي المتابعة نبي الشيخ أسمع عنك نبي عنك شبابه أكثر نبي عنده تاريخ مش كيفك. طيب شارك إلى العصر ضرر إلى الى 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 استحضار الماضي والحاضر بكافه تفاصيله بعدم اللوم على طرف وطرف لا حتى وان كان الطرف القوي الان كان في لحظه معينه هو الضعيف. استحضار الماضي راه قاسح على الكثيرين ليس على مصراتة فقط. تمام، هذا الخطاب لن يوصل الى حل. كما قلت ايضا اريد ان اوجه كلمه للسيد سالم شعبان الذي بالفعل كان كلامه منطقي جدا لدى في بعض الاشياء. سيد سالم انت تناقض نفسك الان او انك تحاول تدمير هذا الاتفاق عندما تقول اننا وافقنا على هذا الاتفاق شكليا اي انك ربما لا تريد حتى تنفيذ بلوده. نحن نحاول ان نذهب بهذا الاتفاق داخل مصراتة داخل المتعلمين بهذا الاتفاق الذي نطلبه اكثر من ذلك. تقول اننا نرفض هذا لمجرد العوده. هناك اشكاليات لابد من النظر لها بعقلانيه بعافية إذا أردنا حلول بالفعل أو أردنا تقارب حقيقي. يجب أن يتابع أن لا ننسى يجب أن لا ننسى أن جريد مآسي كثيرة غير مأساة كورغاء ليبيا على شفا هاوية في الجنوب وفي غيرها. إذا لم نستطع التقارب الآن فكيف سنحل بقية الإشكاليات؟ لابد أن نراعي بعضنا بعضا ولابد أن ننسى الماضي بجميع أحقاده بجميع تاراته بجميع نعراته. ما حصل حصل. الآن الذهاب إلى 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 توافق ولو نسبي ما فيما بيننا. يا حاج بعطيوة لو سمحت مش موضوع نقاشنا. حاج بعطيوة حاج لو سمحت والله نطلعهم. تمام أتمنى أن حاج تفضل. سوف أعود إليك لإعطاء نعم أعرف طيب يا حاج لو سمحت أشرب مية لو سمحت. حدث يدوم. طيب تمام سوف أعود إليك. أشكرك أستاذ أحمد روياتي وأعود إلى أستاذ عبد الحميد عيسى. لا أعرف ما كان لازال معي أم لا. أريد أن أختم معه النقاش. وهناك معلومات تتحدث الآن على حريق يندلع في مخيمات المهجرين التورغيين في قرارة القطف. لو سمحت يا حاج بعطيوة حاج لو سمحت سوف أعود إليك حاج. أنتقل الأستاذ عبد الحميد عيسى عضو فريق حوار مصراتة تورغاء. هل أنت معي؟ ما يدرش. فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الحميد عيسى. أختم معك أستاذ سالم تفضل كلمة أخيرة. نوريكم تاريخ من 200 سنة. أستاذ سالم لو سمحت كلمة أخيرة. أستاذ سالم حتى تاريخكم أنتم صغيرين. أستاذ سالم كلمة أخيرة. أستاذ سالم لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكلمة الأخيرة أنا بنوجهها لأهلي تورغا وشبابنا تورغا اللي تعذبوا في السجون مصراتة واللي حد عندنا الشهداء اللي في مصراتة واللي مفقودين. ضروري يلتحقوا بالقضاء الليبي والقضاء الدولي يقدموا ملفاتهم يديروا مجموعات يمشي يطلبوا حق يا ربي قضاء ليبي يا ربي غير دقيقة يا شيخ يا ربي يا ربي قضاء يطلبوا حقهم يطلبوا حقهم يا بسلاح ما عندناش سلاح يا شيخ. كان عندنا من زمان ردينا حقنا راه ما عندنا سلاح. كان عندنا ما عندناش كان عندنا راه من زمان ما حرجانا من رشبتها ما عندناش. احنا عندنا الله سبحانه وتعالى احنا وكيلنا الله سبحانه وتعالى عرفت. ولكن حقنا في اولادنا زي ما انتم تبوا حق اعتذار. انا واحد تورغي كتورغي حر عندي اللي موتوا في مصراته وعندي اللي استشهدوا في مصراته وعندي اللي ضنع عمي وضنع واللي طبخوه انا طبخوه هذا انا حق اريد ان اخذ عنه. اختم معك استاذ عبد الحميد مسلم في قدر
أيوة. يحطوا مية ساخنة على الناس. عفوا والله ما نكمل سلاح الله ولو نلقى حرب ما عاد تقعدوا في ليبيا. أعود حرب تمام. والله ما عاد تقعدوا فيها انتم شو معطليان. يبدو ان الاتصال عاد مع الاستاذ عبد الحميد عيسى. استاذ عبد الحميد بس تقعد اي واحد بيتكلم كلام الحق وتقولوا له انت متطرف وانت توجج وانت ضد المصالحه. لا احنا مش ضد المصالحه. انا واحد اللي قدامك هذا من 2012 نجرى على المصالحه. لا خليت طرابلس، لا خليت بنغازي، لا خليت جنوب، كل ما نسمع شيوخ مقعدين على المصالحه نقول لهم عدو لمصراتها. وكنت عند قريب وانا نقول مصراتها عندي فيها اصدقاء، عندي فيها اصحاب. اختم معك يا استاذ عبد الحميد عيسى عضو فريق الحوار على حد مصراتها تورغا سابقا. استاذ عبد الحميد تفضل كلمه اخيره. نعم سيدي الفاضل، نبي نوجه رساله للاخ سالم التورغي. اقسم بالله المعظم يا اخ سالم اني انا اشد حرصا منك على رجوع تورغا الى ديارهم. السيد سالم هذا قالك انا احرص منك على عوده تورغي الى ديارهم ويؤجون السلع المصراتي لرفض العوده. ولكن اقول له كلمه اخيره ان تورغا عائده. اما الحاج فرج معكوز هذا بنقول له انت اصبحت رمز من رموز ليبيا ونبغى نحافظ عليك، نخاف عليك من الجلطه يا سيد فرج. أختم معك أستاذ حاج فرج. سالم أي أنت جنيني ما درتها. أنتوا خربتوا ليبيا والله ينالكوا عرب ما تقعدوا فيها. طليان اللي جبتهم نحن طردناهم أجدادنا والله ينطردك معاه متعدي الخوارج. الحاج فرج آدم علي فرج ما تقدرش ترد عليه، عارفه وعارف قبيلته الملقب وعارف تاريخه. والله ما تقدر ترد يا تركي يا تركي والله ما تقدر. طيب لو سمحت يا طيب لو سمحت يا ظالم هذه الكلمات والله انت عدي مع الطيار. اريد ان نبتعد عن هذه الاوصاف. كان لقيت رجاله والله نسفرك مع الطيار هذا. لا اريد ان يتحول النقاش بهذه الطريقه او نعم لا اريد ان يتحول النقاش بهذه الطريقه. ما يقدرش يرده او نستخدم هذه الاوصاف او الاتهامات او التشكيك في الاصول والانساب. طيب اشكرك اشكرك جزيل الشكر الحاج فرج ادم علي بطيوه احد اعيان قبائل لعبيتات، كما اشكرك استاذ سالم شعبان الناشط من مدينه تورغا. اشكر كذلك الاستاذ احمد جارويتي المحلل السياسي ضيفي عبر الهاتف من مصراتة، واشكر الاستاذ عبد الحميد عيسى عضو فريق حوار مصراتة تورغا الذي سابقا والذي كان ضيفي عبر الهاتف من مدينة مصراتة. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحدث. في الختام تقابلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم وتحياتي أحمد القماضي. في أمان الله.